أسوأ كارثة حصلت لطائرة في تاريخ الملاحة الجوية. إنه حادث تحطم طائرة بوينغ بعد ارتطامها بإحدى قمم الجبال في المنطقة الشمالية الغربية من طوكيو، والتي أودت بحياة 520 راكبا مع طاقم الطائرة بالكامل، بما تعمل أكثر من 600 طائرة من نوع بوينغ 747 في الملاحة الجوية. يقوم المحققون ببحث مكثف لمعرفة الأسباب خلف حادث التحطم. قد يتكرر هذا الحادث إن لم يكشفوا سريعا عن أسباب تحطم هذه الطائرة. لا تحدث الكوارث فجأة، بل تأتي نتيجة لسلسلة من الأحداث المؤثرة. سنحاول حل لغز القرارات المصيرية التي تتخذ في الثواني الأخيرة قبل وقوع الكارثة. اليابان، في مطار هانيدا في طوكيو، 12 من شهر آب من العام 1985، الساعة 6:00 بعد الظهر. تتحضر رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 123 للإقلاع، متوجهة إلى العاصمة أوساكا التي تبعد مسافة 400 كيلومتر عن طوكيو. يقود الطائرة الطيار المساعد يوتاكا ساساكي تحت إشراف أحد أمهر مدربي الطيران في الخطوط الجوية اليابانية ماسامي تاكاهاما. كان الشاب الأمريكي وورد والاك البالغ من العمر 26 عاما أحد الركاب الأجانب القلائل على متن هذه الطائرة. أصبح أخي وورد مولعا باليابان منذ أيام دراسته في المرحلة الجامعية الأولى. عانق الطالب المتخرج الذي درس في طوكيو أرض اليابان بالكامل الآن. كان وورد رجلا ضخما جدا نسبة لأصدقائه اليابانيين، وكنت أشبهه بكريستوفر ريفز. كان الممثل والمغني الياباني كيو ساكاموتو على متن الطائرة أيضا. أعتقد أن الانطباع الذي تركه زوجي كيو ساكاموتو عند الناس كان من خلال ابتسامته، فكان شخصا بشوشا جدا، وخصوصا في العروض التلفزيونية التي كان يقوم بها. حتى في المنزل كان شخصا لطيفا جدا، أحب عائلته وكان يفكر فيها باستمرار. في الساعة 6:00 بعد الظهر في مطار هانيدا أعطيت الرحلة رقم 123 الإذن بالإقلاع. إن حالة الطقس جيدة، ويتوقع طاقم الطائرة رحلة روتينية قصيرة. تقلع طائرة بوينغ 747 وتبدأ بالصعود لتصل إلى الارتفاع المحدد لها، وهو 7 كيلومترات. أركب الدخول إلى المرحاض. توخي الحذر أرجوك. بسرعة. الساعة 6:24 بعد الظهر. دو انفجاران داخل الطائرة. لقد انفجر شيء ما في الطائرة. تأكد من عجلات الهبوط. أجهزة تحكم قيادة الطائرة لا تتجاوب. ماذا حدث؟ يحاول الطاقم جاهدا معرفة ما حصل. انخفض ضغط المقصورة.
الانتباه، سنقوم بهبوط طارئ. يجب على الجميع وضع الأقنعة وربط الأحزمة وإطفاء السجائر. سنقوم بهبوط طارئ. في الساعة 6:25 مساء خرجت الرحلة رقم 123 عن السيطرة. أعلن الربان تاكاهاما حالة الطوارئ. نواجه مشكلة طارئة ونطلب العودة إلى مطار هانيدا. ويتصل ببرج المراقبة في طوكيو. خذ مسارا بزاوية 90 درجة مع جهة الرادار المتوجه إلى أوشيما. يكافح الطاقم في محاولة لتحويل مسار طائرة البوينغ والعودة مجددا إلى مطار هانيدا. إلى اليمين، استدر. لكن الطائرة لا تستجيب. نعم سيدي، قلت لك ألا تنحدر كثيرا. ماذا يجب؟ الساعة 6:27 مساء يتصل برج المراقبة في طوكيو بالرحلة رقم 123. هل أطلقت تلك الرحلة نداء الطوارئ؟ نعم، أؤكد ذلك. ما هو نوع المشكلة؟ الساعة 6:28 مساء إن الرحلة اليابانية تحلق بزاوية 90 درجة من رادار أوشيما. يبدو أن الطائرة متوجهة بعيدا عن مطار هانيدا في طوكيو. قلت لك ألا تنحدر كثيرا. ماذا يجري؟ لا يمكنني التحكم في الطائرة. الساعة 6:31 يقترح مركز الخطوط الجوية الهبوط في مطار ناغويا الذي يقع على مسافة أقرب. ناغويا ودورا تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن ناغويا، هل يمكنك الهبوط هناك؟ لا يمكنني ذلك، أطلب إذن الهبوط في مطار هانيدا مجددا. فضل طاقم الطائرة الهبوط على مدرج أطول في مطار هانيدا في طوكيو. تزال الطائرة على ارتفاع 6 كيلومترات ويصعب على الركاب التنفس. يواجه الركاب خطرا في الخلف ويصعب عليهم التنفس. أيها الربان، توقفت أقنعة أكسجين الجهة اليمنى عن العمل. أظن أنا من الأفضل الهبوط. حسنا. يحاول الربان الهبوط إلى ارتفاع منخفض لكي يقلل ضغط الأكسجين في المقصورة. إلى الأسفل، إلى الأسفل. حسنا سيدي. إلى الأسفل، استعمل كلتا يديك. حاضر سيدي. الساعة 6:38 مساء. ما رأيك بتخفيف السرعة؟ يلجأ الطاقم لاستعمال عجلات الهبوط من أجل تقليل سرعة طائرة البوينغ، ولكن يبدو أن الهبوط المحكم أصبح مستحيلا. يتابع مركز الخطوط الجوية الطائرة من خلال أجهزة الرادار، ويبدو أن الطائرة قامت بدورة 360 درجة كاملة خلال 3 دقائق وهي تنخفض باستمرار. هل يمكنك التحكم في الطائرة الآن؟ لا يمكنني التحكم في الطائرة. طائرة الرحلة رقم 123، تلقيت النداء. هل تريد الهبوط في مطار هانيدا؟ قد يكون ذلك صعبا. القاعدة العسكرية الأمريكية في يوتوكا على مسافة قريبة، ويبدو طاقم الطوارئ بحالة تأهب. إلى خطوط الرحلة اليابانية حول، هل تسمعني؟ أتحدث من مطار يوتوكا، ردد رقم 5423 إن كنت تسمعني.
هل جهزت عجلات الهبوط؟ سوف نهبط الآن. الساعة 6:47 مساء. هبطت الطائرة إلى ارتفاع 2 كيلومتر بعد أن تمكن الطاقم من التحكم قليلا فيها. يبدو أنه سيواجه صعوبات أخرى. توجد قمم جبال في الجهة المقابلة. انحرفت طائرة الرحلة رقم 123 أميالا عن مسارها الآن في المنطقة الجبلية من جنوب غرب طوكيو. استدر إلى جهة اليمين، يوجد جبل هناك. نعم إلى اليمين. استدر إلى اليمين، كدنا نصطدم بالجبل. أعلم ذلك. يحاول الطاقم جاهدا تجنيب الطائرة خطر الاصطدام. إلى اليسار. أعلم. استعمل قوة دفع أكبر. استدر إلى اليسار الآن. استعمل القوة القصوى. الساعة 6:53 من بعد الظهر. نجح الطاقم في زيادة مستوى ارتفاع الطائرة إلى 4 كيلومترات، لكنها لا تزال على مسافة 65 كيلومترا من الجهة الشمالية الغربية من مطار طوكيو. لا يستطيع مركز الخطوط الجوية المساعدة. نحن جاهزون لهبوط الطائرة في أي لحظة، وسنكون على اتصال بمطار يوتوكا، وقد تحضر للهبوط. استعمل قوة الدفع. استعمل قوة الدفع. الخفق إلى الأعلى. تميل مقدمة الطائرة إلى الأسفل وتبدأ بهبوط غير محكم. إلى الأعلى. إلى الأعلى. إنها النهاية. ربان الرحلة رقم 123، هل تسمعني؟ اختفت الطائرة عن شاشات أجهزة الرادار. لا أحد يجيب. يمكن رؤية حطام طائرة الجامبو التي تحطمت بعد ارتطامها بقمم الجبال، وهي من نوع بوينغ 747 وتحمل على متنها 500 راكب. حصل هذا الحادث في أوج فترة العطل السنوية في اليابان. علمت من الأخبار العاجلة عن اختفاء طائرة، عن بث أجهزة الرادار، لكني لم أعرف إن كان زوجي على متنها أم لم يكن. لم أعد أذكر الوقت الذي سبق الإعلان عن لائحة أسماء الركاب في التلفاز، لكنني تأكدت من أنه كان على متن الطائرة عندما ذكر اسمه بين أسماء الركاب. كيف يمكنني أن أشرح ما حصل لي؟ أصبت بصدمة كبرى. بعد 18 دقيقة فقط على اختفاء الطائرة، استطاعت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحديد موقع تحطم الطائرة فوق مرتفعات جبل أوستاكا على مسافة 100 كيلومتر من الجهة الشمالية الغربية من طوكيو، وقد اتصلت بالسلطات اليابانية للتنسيق معها في عمليات الإنقاذ. عرضت القوات الجوية الأمريكية المساعدة في عمليات الإنقاذ، لكن السلطات اليابانية قررت القيام بذلك وحدها بواسطة فريقها المختص بالإنقاذ. تسلمت قوات الدفاع اليابانية مهام عمليات الإنقاذ. يوشيهيسا ماسودا يخدم في القاعدة العسكرية الواقعة في محافظة تشيبا على مقربة من موقع تحطم الطائرة. كنت قد عدت إلى مقر القيادة العسكرية للتو بعد عطلة الصيف، وكان هناك اضطراب في القاعدة العسكرية، فسألت زملائي عن السبب، وقيل لي إن أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية اليابانية غير معروفة بعد.
وضع الجميع في حالة تأهب ليلة تحطم الطائرة، وقيل لنا إنه من المحتمل أن نتدخل في عملية الإنقاذ. أرسلت مروحية يابانية تقارير عن عدم وجود إشارة إلى ناجين من الحادث. كانت عملية إنقاذ فريق البحث الياباني بطيئة نوعا ما، ويعود ذلك لعدم توافر الأجهزة الكافية والمناسبة لعمليات الإنقاذ خلال الليل. ولن تستطيع الوصول إلى موقع التحطم إلا بعد 14 ساعة من حصول الحادث. نجا 4 أشخاص بأعجوبة من هذا الحادث، على الرغم من قضاء ليلة كاملة على سفوح تلك المنطقة الجبلية. ولكن قضى 520 راكبا، ومن بينهم يو ساكاموتو وورد ولك. عندما عرفت بأنه كان على متن الطائرة لم أستطع تصديق ذلك. أعني أنه كان شخصا حيويا جدا ولا يزال شابا. لا يمكن تصديق أمر كهذا. ذكر الناجون الأربعة أنهم سمعوا صراخ الركاب الذين ماتوا فيما بعد خلال ساعات الليل. وبعد تحطم الطائرة بوقت قصير، قال الأطباء الذين زاروا موقع الحادث إن ثمة إصابات لم تكن خطيرة جدا، وإنه كان بالإمكان المساعدة في حال وصول مساعدات مبكرة. بالطبع عرفت فيما بعد أن عمليات الإنقاذ لم تحصل بعد تحطم الطائرة مباشرة. كان يجب أن يقوموا بعمليات الإنقاذ في الحال. لماذا؟ لماذا تأخروا في ذلك؟ الآن وبعد دراسة الأحداث بشكل معمق والرجوع إلى التحقيقات الرسمية في الحادث، يمكننا الكشف عن السبب الذي كان وراء تحطم هذه الطائرة، والذي يعتبر حطام الطائرة الأكثر ترويعا في تاريخ الملاحة الجوية. تتولى لجنة التحقيق في حوادث الخطوط الجوية اليابانية التحقيق في أسباب تحطم الطائرة. وكما ينص القانون الياباني، يجب أن يرافق التحقيق تحقيقات الشرطة الجنائية اليابانية في الحادث. تأهبت شركة المصنعة لطائرة البوينغ 747 في الولايات المتحدة عند حصول الحادث. كان جون بيرفيس عضوا في فريق تحقيق السلامة العامة في شركة الطيران بوينغ في العام 85. قلقنا جميعا عندما سمعنا خبر تحطم الطائرة التي كانت من نوع بوينغ 747، وقد يشوه خبر كهذا سمعة الشركة المصنعة إلى حد كبير، وخصوصا أنها كانت أكبر طائرة تجارية في العالم. إن حياة ملايين الركاب الذين يسافرون على متن طائرات البوينغ 747 مهددة بالخطر، ويريد المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة الحصول على أجوبة تشرح أسباب تحطم هذه الطائرة الأمريكية الصنع. أوكل إلى المندوب عن المجلس الوطني لسلامة النقل رون شليد التحقيق في الحادث. كان همنا الرئيسي معرفة إذا كانت المشكلة ميكانيكية في الطائرة، وهذا قد يكون بين كل الطائرات التي صنعت حينها. توجه فريق التحقيق الذي يتألف من مهندسين في شركة بوينغ وأعضاء من المجلس الوطني لسلامة النقل إلى اليابان، لكن يبدو أن من الصعب الوصول إلى موقع الحادث. بعد وصولنا إلى طوكيو ومقابلتنا اليابانيين، كان هناك صعوبة في الحصول على المعلومات الرئيسية المتعلقة بالحادث، وبالطبع في الوصول إلى موقع تحطم الطائرة. هناك اتفاق دولي يلزم شركة بوينغ المصنعة التحقيق في أسباب تحطم طائرة البوينغ 747، وذلك من أجل التأكد من سلامة الطائرات الأخرى.
لم تطبق القوانين الدولية على طائرة الرحلة رقم 123 عام 85، وباعتبارها رحلة داخلية لم يكن بالإمكان التوجه إلى مكان الحادث مباشرة، وكان علينا طلب الإذن بالسفر والتعاون مع اليابانيين. فيما ينتظر الفريق الأمريكي إذن الشرطة لزيارة موقع تحطم الطائرة، يتشارك المحققون في الخطوط الجوية اليابانية وإياهم تسجيلات قمرة القيادة التابعة لطائرة الرحلة رقم 123. تمكنا من سماع صوت الانفجار في التسجيلات. في الواقع حدث انفجاران قويان، الواحد تلو الآخر. ناجون حصول انفجار في الجزء الخلفي من الطائرة، ما أوصل المحققين إلى نتائج مخيفة. حصل العديد من محاولات التفجير الإرهابية ومحاولات خطف لطائرات، وعندما حصل هذا الحادث كان هناك اشتباه في أن يكون سبب تحطم هذه الطائرة تفجيرا إرهابيا. كان هناك اشتباه في حدوث تفجير متعمد داخل الطائرة. يبدو أن هناك أدلة تشير إلى احتمال حدوث تفجير متعمد داخل الطائرة، وذلك على ضوء أدلة إضافية تقع على مسافة 153 كيلومترا من الجهة الجنوبية لموقع التحطم. وجد بحارة يابانيون جزءا كبيرا من الطائرة. واحد من الأجزاء التي رأيناها في البداية كان الزعانف العمودية، وهي الجزء الخلفي للطائرة الذي عثر عليه في المياه الجنوبية لطوكيو مباشرة تحت مكان تحليق الطائرة، وتبين أن الطائرة واجهت مشكلة خطيرة جدا قبل ارتطامها بقمم الجبال. أكدت الصورة التي أخذتها الخطوط الجوية اليابانية لطائرة الرحلة رقم 123 قبل تحطمها مخاوف المحققين. تظهر الصورة أن الطائرة فقدت زعنفة الذيل قبل ارتطامها بالجبال. كان واضحا أن شيئا غريبا قد حدث. أكدت هذه الصورة حدسنا بحدوث تفجير متعمد داخل الطائرة قبل ارتطامها. حصل المحققون الأمريكيون على إذن بزيارة موقع تحطم الطائرة من الشرطة اليابانية بعد 5 أيام من وصولهم إلى طوكيو. الآن تستطيع مروحيات فريق التحقيق الهبوط في موقع تحطم الطائرة على قمم الجبال التابعة لجبل أوستاكا الواقع شمالي جبل فوجي. كانت هناك حركة نشطة بالقرب من موقع الحادث وتحليق وهبوط مستمر للمروحيات. بدأ المحققون بالتفتيش عن الأجزاء الرئيسية لطائرة الرحلة رقم 123 بين الحطام. نبدأ أولا بالبحث عن الأجزاء الرئيسية للطائرة، وهي مقدمة الطائرة والجناحان والذيل. وجد حاجز الضغط الخلفي في أسفل التلال على بعد أمتار من موقع التحطم. يتألف هذا الجزء الدائري من مجموعة صفائح معدنية متطابقة ثبتت بإحكام فوق بعضها بواسطة براشيم، ويوجد في الجزء الواقع بين مقصورة الطائرة والذيل، وصمم من أجل منع تسرب الهواء المضغوط داخل المقصورة إلى الجزء الخلفي من الطائرة. تحطم حاجز الضغط الخلفي إلى 6 أو 8 أجزاء كبيرة وأجزاء أخرى صغيرة، وأخذت الأجزاء المحطمة شكل مثلثات. يبدو أنها تطايرت من وسط الحاجز إلى الأطراف وشكلت شكلاً يشبه المظلة. يدرس المحققون حاجز الضغط الخلفي من أجل العثور على أدلة متعلقة بالتفجير.
بام يترك التفجير أدلة واضحة على المعدن عند حصوله، فهو يولد طاقة كبيرة جدا تفوق الطاقة التي يولدها حادث تحطم عادي. وتشير الأدلة في حاجز الضغط الخلفي عادة إلى تحطم ناجم عن سرعة عالية. إن إحدى الملاحظات التي نراها على المعدن عند حصول حادث تحطم عادي هي العلامة الفارقة التي نجدها في شكل المعدن المتحطم، وهي قطع صغيرة بأطراف تشبه أسنان المنشار، ونرى دليلا على ذلك في كل قطع الطائرة وخصوصا في حاجز الضغط الخلفي. بالطبع لم يحصل تفجير متعمد في هذه الحالة. وجدوا دمارا غير اعتيادي بعد النظر عن كثب. هناك أجزاء في حاجز الضغط الخلفي تشير إلى خصائص مختلفة عن باقي أجزاء حطام الحاجز. تحطم جزء من حاجز الضغط الخلفي وسبب انفصال قطعتين منه عن بعضهما بعد أن وصلتهما لوحة مستقيمة، وهذا بعكس الأجزاء المتبقية من الحاجز. لقد انفصلت وتحطمت بشكل مختلف، وأود معرفة سبب ذلك. يود فريق المحققين فحص القطع المحطمة من حاجز الضغط في المختبر الخاص به، لكن الشرطة اليابانية رفضت هذا الطلب واستمرت في إجراء التحقيقات الجنائية لمعرفة سبب تحطم الطائرة. واجه فريق التحقيق صعوبة في الحصول على المعلومات الكاملة، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بحطام الطائرة بسبب الأولوية التي تعطيها السلطات اليابانية في التحقيقات بالحوادث الجنائية المتعلقة بالسلامة العامة. وبالتالي تأخرت مهمة المحققين الذين يجرون التحقيقات على سلامة النقل الجوي. توصل الفريق إلى طريقة ذكية للتعامل مع المسألة. ابتكرت شركة بوينغ طريقة من أجل الحصول على قطع مطابقة لأجزاء الطائرة المحطمة، وذلك باستعمال أشرطة لاصقة توضع على سطح القطع من دون التأثير على شكلها الفعلي، وبالتالي تكون عبارة عن مرآة للقطع المحطمة التي يمكن أن تدرس في المختبر. يدرس المحققون القطع المطابقة لقطع الطائرة المحطمة وقطعا أخرى أخذت من حاجز الضغط الخلفي والتي تدل على حدوث تحطم غير اعتيادي. يبدو أن هناك قطعة واحدة من الصفائح قد انفصلت عن باقي صفائح الحاجز المتطابقة بإحكام بواسطة براشيم. تناثر هذا المعدن بعد تمزق هذه الفجوات. ظننت في البداية أنني وجدت آثار تلف في المعدن، لكن يبدو أننا عثرنا على الدليل الأهم، وهو الفتح التي خرجت منها البراشيم. بعد الحصول على دليل على تلف المعدن، يجب أن يجري المحققون التحقيقات الضرورية لمعرفة سبب هذا التلف، ويجب أن يتأكدوا من أنها حالة فردية حصلت فقط مع هذه الطائرة، وأنها لن تحصل مع باقي طائرات البوينغ 747 البالغ عددها 600 طائرة. يبحث المحققون في تاريخ هذه الطائرة ويجدون أنها تعرضت من قبل لحادث غير اعتيادي. علموا ما حدث عام 78 في مطار أوساكا عندما هبط ربان الطائرة وكانت مقدمة الطائرة عالية جدا، ما تسبب في تحطم ذيل الطائرة الذي ارتطم بالأرض وجر على مسافة المدرج الطويلة. دمر حاجز الضغط الخلفي عندها، ولهذا احتاجت الطائرة للصيانة. تم إصلاح الطائرة قبل 7 سنوات، ويعتبر هذا الأمر شيئا مهما جدا تستوجب معرفته من قبل فريق المحققين. اعتبر هذا الاكتشاف نقطة تحول مهمة في عمل فريق التحقيق. أرسل فريق تحقيق شركة بوينغ التقرير من مقر الشركة في سياتل إلى فريق التحقيق في اليابان. بعد الحادث ألقى طاقم الصيانة نظرة على الطائرة، وكان يجب استبدال حاجز الضغط الخلفي بالكامل، لكنهم استبدلوا الجزء الأسفل منه فقط بسبب صعوبة استيراد حاجز الضغط الخلفي. صمم مهندسو شركة بوينغ قطعة خاصة لصيانة هذه الطائرة، وكتبوا إرشادات الاستعمال لكيفية تركيب هذا الجزء في القسم الأعلى.
صممت القطعة في العام 78 من قبل مهندسي شركة بوينغ، وهو تصميم جديد للجزء السفلي من حاجز الضغط الخلفي الذي سيركب فوق الجزء الأعلى الموجود. استعملت صفيحة معدنية مثبتة بثلاثة صفوف من البراشيم على خط واحد لوصل الجزئين ببعضهما. عند حصول هذا الانفصال غير الاعتيادي بموازاة الخط الذي توجد عليه البراشيم، لفت ذلك انتباه المحققين، ولاحظوا أن هناك لوحة تصل بين الجزئين الأسفل والأعلى لحاجز الضغط الخلفي. درس المحققون ما يمكن أن يحصل في حال استعمل المصممون عدداً أقل من البراشيم خلال صيانة هذه القطعة. كان أحد الاحتمالات التي ناقشناها لتفسير سبب ما حصل التشكيك في طريقة صيانة قطعة حاجز الضغط الخلفي، ومن خلال عملية حسابية تبين أن حاجز الضغط الخلفي سوف يتعطل بعد حوالي 11,000 دورة إقلاع وهبوط تقوم بها الطائرة. قامت الطائرة بـ 12,319 دورة إقلاع وهبوط منذ أن تم إصلاحها، ويبدو أنه رقم قريب من الرقم المتوقع. إنها لحظة حاسمة، ويمكن أن يكون الخطأ في صيانة حاجز الضغط الخلفي هو السبب خلف حادث التحطم الأسوأ لطائرة منفردة في العالم. يحتاج المحققون الآن إلى دليل قوي لتدعيم هذه الفرضية، وتعطي الشرطة اليابانية إذناً لزيارة فريق المحققين مجدداً موقع التحطم بشكل مفصل. ذهبنا إلى حيث تحطمت الطائرة لنلقي نظرة على الجزء الذي تحطم بطريقة غير اعتيادية. وجدنا أن إصلاح الحاجز لم يحصل كما تشير إرشادات التصميم. كان عليهم وضع اللوحة في مكان مخصص لها، ويبدو أنهم أخطأوا في ذلك ووضعوه في غير مكانه. اكتشف المحققون أن لوحة الوصل التي وجدوها بين حطام الطائرة ليست بالحجم المناسب، ويبدو أن المهندسين انحرفوا عن التصميم الأصلي في محاولة إعادة تركيبها. تحطمت لوحة الوصل إلى جزئين، ثبت الجزء القليل العرض بخط واحد من البراشيم، وثبت الجزء الأكثر عرضاً بخطين من البراشيم. أصبحت لوحة الوصل أقل صلابة بحوالي 70% مما يجب أن تكون عليه. حدث عدم توازن في جهة واحدة من لوحة الوصل بسبب هذا الخطأ الذي حدث خلال إصلاح الطائرة، ويبدو أنها تلقت قوة دفع أكبر من كل الرحلات وبعد تعرضها لضغط دورات الإقلاع والهبوط. يتمدد الحاجز وينكمش في كل دورة إقلاع وهبوط، وتتكون التشققات الصغيرة وتبدأ بالنمو في اللوحة المعدنية حول البراشيم. بعد 12,000 دورة من رحلات الإقلاع والهبوط تتحطم لوحة الوصل، ويخرج الهواء المضغوط من المقصورة إلى الجزء الخلفي عبر فجوات حاجز الضغط الخلفي، ويسبب توقفه عن العمل وحصول انفجار فيه. عند توقف الحاجز عن العمل يحصل الانفجار الأول، وذلك بسبب خروج الهواء المضغوط داخل المقصورة إلى الجزء الخلفي من الحاجز. استعمل كلتا يديك. يريد المحققون الآن معرفة سبب الانفجار الثاني. بعد العثور على حطام الطائرة في ساغامي باي، علموا أن طائرة الرحلة اليابانية رقم 123 قد خسرت زعنفة الذيل بعد 12 دقيقة على التحليق. وعند مراجعة التسجيلات وجدوا الوقت الذي سمع فيه الانفجاران معا، ما ساعد فريق التحقيق على الوصول إلى استنتاجات مدهشة. عندما سبب ضغط الهواء المتسرب من حاجز الضغط الخلفي هذا الانفجار، تحطمت زعنفة ذيل الطائرة. عندما صممت طائرة البوينغ لم يتم تصميم زعنفة عمودية، ولم يؤخذ بعين الاعتبار حدوث مثل هذا الانفجار الناجم عن تسرب ضغط الهواء إلى حاجز الضغط.
يريد المحققون معرفة كيف أدى انفجار حاجز الضغط الخلفي وتحطم زعنفة الذيل إلى فقدان الطيارين السيطرة على الطائرة وتحطمها فيما بعد. تعقبت الخطوط الجوية مسار طائرة الرحلة رقم 123 خلال تجوالها في أعماق المنطقة الجبلية لكانتو بعيدا عن مطار هانيدا في طوكيو، وسجلت هبوط الطائرة إلى ارتفاعات منخفضة وصعودها مجددا إلى مستويات أعلى. لاحظ المحققون من خلال الرسم البياني الذي رسموه لمسار الرحلة أن الطائرة قامت بنوع مألوف من المسارات، وهي حركة مألوفة في حركة الملاحة وتسمى حركة الدورة الطولانية، بحيث تهبط الطائرة وتزيد سرعتها ما يشكل قوة دفع إلى الأعلى، فتصعد مجددا وعندما تخف سرعتها تعود إلى الهبوط. يعرف المحققون هذا النوع من الحركة في الملاحة الجوية، وهو دليل على عطل في سطوح التحكم الخاصة بالطائرة. إن سطوح التحكم مهمة جدا خلال قيادة الطائرة. تتحكم دفة القيادة الموصولة بزعنفة الذيل في زاوية الانحراف، وهي الزاوية التي تحلق بها الطائرة. لن يؤدي فقدان دفة القيادة إلى حركة الدورة الطولانية التي تقوم بها الطائرة الآن، لكن العطل في الأنظمة الهيدروليكية سيؤدي إلى ذلك. يتم التحكم في القيادة من خلال الأنظمة الهيدروليكية في الطائرات الحديثة الضخمة، فلا يمكن أن يستخدم الطيار الأسلاك وبكرات الرفع للتحكم في قيادة الطائرة كما كان يحصل سابقا، لذلك يحتاج إلى أنظمة الهيدروليك من أجل التحكم في القيادة. اكتشف الفريق أن أنظمة الهيدروليك الخاصة بطائرة الرحلة رقم 123 قد تعطلت بعد الانفجار الذي حدث في حاجز الضغط الخلفي. يجب أن تعمل الأنظمة الأربعة في الخلف أولا من أجل أن تعمل أنظمة الهيدروليك الأربعة في الزعنفة العمودية وفي دفة القيادة، وذلك يعني أن عليها المرور خلال حاجز الضغط الخلفي ثم المرور إلى الزعنفة العمودية. عانى النظام الهيدروليكي مشاكل خطيرة عندما تحطمت زعنفة الذيل وتوقفت الطائرة عن العمل. عندما خسرت الطائرة الزعنفة العمودية بالإضافة إلى أنظمة التحكم الهيدروليكية، فقد الطيار السيطرة على الطائرة ولم يتبقى له سوى استعمال قوة دفع المحركات ليتمكن من التحكم في قيادة الطائرة. وهذا يفسر الحركة الطولانية للطائرة والصعوبة القصوى التي واجهت طاقم الطائرة وأفقدته السيطرة عليها. إلى الأسفل. ولهذا لم تستطع العودة إلى مطار هانيدا، إنما سقطت في أعماق مناطق كانتو الجبلية. كان خيار الطاقم الوحيد هو استعمال دواسة الوقود من أجل التحكم في الطائرة من خلال استعمال المحركات بشكل منفرد. وقع الطاقم تحت رحمة الطائرة المصابة ولم يكن هناك ما يمكن القيام به في هذه الحالة، فحادث التحطم كان حتميا. بعد أن تعمقنا في التحقيقات استطعنا كشف الأسباب التي كانت وراء حصول حادث التحطم الأكثر ترويعاً في تاريخ الملاحة الجوية. في الثاني من شهر حزيران من عام 78 قبل 7 سنوات من الحادث، حدث خطأ خلال صيانة حاجز الضغط الخلفي لطائرة بوينغ 747 التابعة للخطوط الجوية اليابانية التي تعرضت لحادث خلال هبوطها، وأدى ذلك إلى تحطم ذيلها وتسبب في إضعاف أداء الطائرة. وفي 12 من شهر آب من عام 85 عند الساعة 6:12 وقبل 44 دقيقة على الحادث، أقلعت طائرة الخطوط الجوية اليابانية من مطار هانيدا في طوكيو. كبرت التشققات في حاجز الضغط الذي تمت صيانته من قبل بعد أن بدأ طاقم الطائرة باستعمال أجهزة الضغط.
قبل 32 دقيقة على الحادث. انفجر حاجز الضغط الخلفي. تسبب ضغط الهواء المتدفق من مقصورة الطائرة إلى الجزء الخلفي بتحطم زعنفة الذيل وتعطيل أنظمة الهيدروليك فيها. قبل 31 دقيقة على الحادث أطلق الربان تكهما نداء الطوارئ. حاول الربان جاهدا التحكم في قيادة الطائرة من دون أن يعرف أنه فقد أجهزة القيادة الأساسية. وفيما استمرت الطائرة في حركة الصعود والهبوط حاول الربان التحكم في الطائرة من خلال قوة دفع المحركات فقط. وقبل 8 دقائق على حادث الارتطام استطاع الربان أن يتحكم في هبوط الطائرة إلى كيلومترين، لكنها كانت قد وصلت إلى قلب منطقة كانتو الجبلية حينها. نعم سيدي، قلت لك ألا تنحدر كثيرا. ماذا يجري؟ وفي الساعة 6:56 وقبل ثوان على الحادث أن المعاناة لم تنتهي عند ارتطام الطائرة، ومن شهادة الناجين يبدو أن البعض شهد على حادث الارتطام هذا. بعد 24 دقيقة على حصول حادث الارتطام حددت طائرة C-130 في القوات الجوية الأمريكية موقع التحطم وأبلغت السلطات اليابانية عن الموقع. عرضت إحدى المروحيات التابعة للقوات الأمريكية المساعدة وإرسال شخصين إلى موقع تحطم الطائرة، لكن الأمر الذي تلقته بعد دقائق ألزمها بالعودة فورا إلى قاعدتها العسكرية. بعد 14 ساعة على حصول الحادث وصل أول فريق إنقاذ ياباني إلى موقع تحطم الطائرة. هل كان سيرتفع عدد الناجين من حادث التحطم هذا لو أعطيت القوات الأمريكية الموافقة على الهبوط فورا بعد حادث الارتطام والمساعدة في عمليات الإنقاذ؟ ما زلنا إلى اليوم لا نعرف سبب رفض تدخل القوات الأمريكية في عمليات الإنقاذ ومن كان وراء هذا الرفض، ولم يعلن أحد في قوات الدفاع اليابانية مسؤوليته في أخذ هذا القرار ورفض هبوط المروحية الأمريكية في موقع التحطم. لكن وكرد فعل على هذا الحادث ولتجنب حصول مثل هذا الأمر في المستقبل، قامت قوات الدفاع اليابانية بشراء مروحيات ومعدات مخصصة لعمليات الإنقاذ الليلية في المناطق الجبلية. كانت لهذا الحادث أثار سلبية على صناعة الطائرات اليابانية، حيث استقال رئيس الخطوط الجوية اليابانية ياسوموتو تاكاغي من منصبه بعد فترة وجيزة من الحادث. وأقدم مدير الصيانة في الخطوط الجوية اليابانية على الانتحار. كان درسا فظيعا وعلينا التعلم من أخطائنا. من الأشياء التي تعلمتها بعد التحقيق في هذا الحادث أنه كان بالإمكان تجنب حصول حادث التحطم لو عمل فريق الصيانة بشكل صحيح على إصلاح هذا الجزء المحطم من الطائرة قبل 7 سنوات. لو تم الإصلاح بالشكل المناسب لما حصل هذا الحادث. أكدت الخطوط الجوية اليابانية أن خطأ صيانة طائرة البوينغ هو الذي سبب توقف حاجز الضغط الخلفي لطائرة الرحلة رقم 123 عن العمل. غيرت الشركة إجراءاتها حيث أصبحت عمليات الإصلاح كلها تخضع لفحص دقيق قبل الموافقة عليها ولرقابة إضافية بعد القيام بها. يتم إخضاع الطائرة لعمليات فحص منتظمة للكشف عن أي عيوب في هيكلها. تم تركيب صمام إضافي في أنظمة الهيدروليك الخاصة بطائرة البوينغ من أجل تقليل نسبة تعرض الطائرة لحوادث مشابهة. أضيف هذا الصمام إلى لوحة ضبط مصعدي الطائرة ودفة القيادة السفلى بحيث يمكن التحكم في الطائرة حتى لو أصيب هذا الجزء من النظام الهيدروليكي. أعتقد أن هذا الحادث أعطانا دروسا كثيرة في مجال صناعة الطائرات، وهي أمور تتعلق بتصميم الطائرات ومجال الصيانة أيضا، وكانت خطوة مهمة لتحديث سلامة النقل الجوي في العالم. لم تعترف شركة الخطوط الجوية اليابانية بمسؤوليتها عن حادث التحطم، لكنها عرضت دفع تعويضات، وقبل حوالي 90% من أهالي الضحايا تلك التعويضات التي قدمتها الشركة من دون اللجوء إلى المحاكم القضائية. ولكن
لم تستطع مستحقات التعويضات أو التحسينات التي أجريت من أجل زيادة سلامة النقل الجوي التخفيف من حسرة أهالي الضحايا. أعتقد أن هناك أمراً مشتركاً بين معظم أهالي الضحايا وخصوصاً في عائلتي، وهو التفكير في أن ما حصل كان خطأً فظيعاً، وقد كان بالإمكان تفادي حصول هذا الحادث. إنه أمر مؤسف للغاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة DIY روبوت يصنع روبوتك. اليوم سوف أقدم لكم اختبار لعزم السيرفو موتور نوع DS3128. هذا هو الذي هو في حقيقة وزنه وحجمه مشابه لوزن وحجم السيرفو المشهور المسمى MG995 الذي وضعت عدد 2 منه للتحكم بفتح وغلق القبضة. في الحقيقة هذا السيرفو المشهور المنتشر جدا المسمى MG995 أقصى عزم يستطيع أن يوفره هو 2.5 كيلوغرام سنتيمتر، رغم أنه نظريا مكتوب عليه 10 كيلوغرام سنتيمتر، ولأنني أردت أن أضع مفصل إضافي عند نهاية القبضة أسميته Z3 للتحكم برفع وإنزال القبضة بهذا الشكل. وضعت هنا، هذا هو السيرفو، هذا الأسود نوع DS3128. أقصى عزم يستطيع أن يوفره هذا السيرفو هو حوالي 9.5 كيلوغرام سنتيمتر، أي أنه إذا كان لدينا ذراع طوله 10 سنتيمتر فإنه في القبضة يستطيع أن يرفع وينزل وزن مقداره كيلوغرام كامل. وهذا هو أقصى حد وضعته للقبضة لرفع والإنزال. هذا هو السيرفو، لذلك سوف نقوم باختبار عزمه. هذا هو اختبار العزم. مصدر القدرة 6 فولت وطول الذراع 15 سنتيمتر. الوزن الموضوع 0.5 كيلوغرام، هو عبارة عن زجاجة الماء التي تشاهدونها، وتمكن من رفعه، وذلك يكون العزم في هذه الحالة هو 500 غرام مضروبة في طول الذراع 15 سنتيمتر، فيكون العزم 7.5 كيلوغرام سنتيمتر. ثم أضافت وزن إضافي هو عبارة عن 111 غرام، يكون الوزن 611 غرام مضروبة في طول الذراع نفسه 15 سنتيمتر، فكان العزم النهائي هو حوالي 9.5 كيلوغرام سنتيمتر مع نفس البورتية. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة.